التمور هي ثمرة الشجرة النخيل التي يعتقد أنها زرعت لأول مرة في بلاد ما بين النهرين أو ما يسمى بالعراق اليوم. ونشرت صحيفة كونفيدنسيال الإسبانية تقريرا أوردت فيه العديد من المزايا الصحية والغذائية للتمر، واعتبرته من الأطعمة التي تتمتع بأعلى قيمة غذائية، حيث تزودنا بالألياف والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكربوهيدرات الصحية والفيتامينات، واعتبرت التمر طعام المستقبل، فيما يلي أكبر 10 منتجين عرب للتمور. عاشرا، المغرب. يتوفر المغرب على حوالي 16 نوعا من أجود التمور التي تتركز في 3 جهات رئيسية، وهي ورزازات 41%، تافيلات 28%، طاطا 20%. وأنتج المغرب في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 150,310 طن من التمور. في المركز التاسع، ليبيا. من أهم التمور والتي تنتشر بكثرة في مناطق فزان بالجنوب الليبي هي 40 نوعا، وهي الدقلة والتاليس والمقماق وغيرها من التمور. ومن أهم المناطق والقرى التي تهتم بزراعة النخيل والاهتمام بإنتاج التمور في فزان هي الجفرة بكافة قراها، والدان وهون وسوكنة والفقهاء وغيرها من المناطق الليبية. وأنتجت ليبيا في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 179,568 طن من التمور. في المركز الثامن، تونس. تنتج الواحات التونسية عدة أنواع من التمور، أشهرها دقلانور وفطيمي، وتحتل التمور مكانة هامة ضمن الصادرات التونسية. تعد واحات نفزاوة والجريد أهم الواحات المنتجة للتمور التونسية الجيدة، حيث تنتج المنطقة الأولى التي تنطبق على ولاية قبلي ما نسبته 60% من الإنتاج التونسي، ويأتي الجريد أو ولاية توزر في المرتبة الثانية، ثم تأتي واحات أخرى أقل أهمية بولايات قفص وقابس وتطاوين. وأنتجت تونس في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 345,000 طن من التمور. في المركز السابع، الإمارات. تتفاخر الإمارات العربية المتحدة بوفرة مزارع النخيل، إذ تعتبر زراعة النخيل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الحضارات القديمة في الإمارات، باعتبار هذه الشجرة المباركة مصدراً رئيسياً للطعام والمأوى ومورداً للدخل في القدم، وهي الآن عنصر مهم يدعم القطاع الزراعي في الدولة، حيث تصنف تمور الإمارات بكونها الأجود على مستوى العالم. وأنتجت الإمارات في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 351,077 طنا من التمور. في المركز السادس، عمان. يعد نخيل التمر المحصول الأول في سلطنة عمان تعدادا وانتشارا ونظاما بيئيا وزراعيا متكاملا، لذا فهي ثروة وطنية تمس نسيج الوطن بجميع مفرداته وتمس حياة المواطنين بصفة مباشرة وغير مباشرة. وتقسم أصناف النخيل في السلطنة إلى مجموعتين رئيسيتين، تمور المائدة ويبلغ عدد أشجارها حوالي 5.1 مليون نخلة، 64% من العدد الكلي، وتشمل الأصناف التي يقبل عليها العمانيون للاستهلاك مثل خلاص الظاهرة. أما التمور الثانية فهي تمور للتصنيع وتشمل كل الأصناف الغير مرغوبة للاستهلاك البشري والتي تستعمل أساسا كعلف للحيوانات. وأنتجت عمان في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 374,200 طن. في المركز الخامس، السودان. تنتشر زراعة التمور في السودان على 3 ولايات رئيسية، هي شمال دارفور، نهر النيل، وولاية الشمال. وتنتج هذه الولايات بحدود 80% من محصول السودان من التمور، بينما يتوزع باقي المحصول في ولاية كسلة، البحر الأحمر، الخرطوم والجزيرة. ومن أهم أنواع التمر السوداني نجد الكلم، تمودة، قنديل والبركاوي. وأنتجت السودان في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 460,096 طن من التمور. في المركز الرابع، العراق. التمور العراقية من أكثر أنواع التمور في العالم من حيث الجودة،
وتختلف ألوان وأشكال فصائل التمور في العراق، فتتراوح ألوان التمور العراقية ما بين الأصفر الفاتح، ويتدحرج وصولا إلى البني الغامق. ومن أهم أنواع التمور العراقية نجد فصيلة البريحي، الخضري، برني المدينة والرشودية. وأنتجت العراق في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 750,225 طن من التمور. في المركز الثالث الجزائر. تعد الجزائر من بين أكثر الدول العربية إنتاجا لمختلف أنواع التمور، والتي تفوق 360 صنفا، وتنتشر في واحات الصحراء الجزائرية الشاسعة، خاصة في بسكرة والقلة وأدرار وبشار وغيرها. ومن بين الأصناف التي تنتج في الجزائر نجد بن خلوف، الشيخ، تفازة، فران أقاز، أحرطان وغيرها. وأنتجت الجزائر في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 1,188,803 طن من التمور. في المركز الثاني السعودية. التمور في السعودية هي أحد أهم المصادر الغذائية والموارد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتعد منتجا وطنيا استراتيجيا ارتبط بتاريخ السعودية، وتمثل النخل رمزا وطنيا ومكونا رئيسيا للشعار الرسمي للمملكة، كما تعد جزءا مهما من الثقافة السعودية. تحتضن المملكة ما يزيد على 33 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية تنتج أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام. وتأتي السعودية في المركز الثاني عالميا كأكثر الدول المنتجة للتمور. وأنتجت السعودية في آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة ما مجموعه 1,565,830 طن من التمور. في المركز الأول مصر. تعتبر الجمهورية المصرية من أكثر الدول إنتاجاً للتمور في العالم، بالإضافة لزراعتها في العديد من دول الوطن العربي وبأنواع مختلفة. هذا وتجدر الإشارة أن استهلاك هذه الكميات من التمور المصرية يكون من قبل سكانها مع تصدير جزء منها. ويوجد العديد من الأنواع المختلفة من التمور، والتي تتم زراعتها في مختلف أنحاء مصر، وتعتبر مصر أول منتج للتمور في العالم. وفي آخر سنة إحصائية حسب منظمة التغذية والزراعة أنتجت ما مجموعه 1,747,715 طن من التمور.